هناك حركة عالمية الآن للتخلص من استخدام البلاستيك وتقديم بدائل أخرى ليه. الشعار السنة دي اللي الأمم المتحدة يعني اتفقت عليه هو وقف التلوث البلاستيكي. Europeans and Egyptians are living on the planet Earth and we are sharing Mediterranean. So it's quite naturally that our cooperation in environment issues is in center of our attention. لو احنا بنتكلم على المستوى الاقتصادي، احنا بنتكلم في خلال الخمس سنين الجايين مصر هتصرف فوق 10 مليار جنيه على استهلاك الاكياس. احنا طبعا من اكتر الوزارات اللي في مصر اللي بتعاني من الاكياس البلاستيكيه هي وزاره الموارد المائيه، لان الحقيقه الاكياس نهايتها بتبقى في المصارف، بتسد الصحارات، بتبتدي المياه الجوفيه تعلى، فطبعا انتاجيه الفدادين تقل. بالنسبه طبعا للبحر الاحمر، الشعاب المرجانيه طلعها انها بتموت نتيجه هبوط الاكياس البلاستيكيه وتعلقها بيها، بتبتدي الاسماك تهاجر من المناطق. كل الاستثمارات خاصة بهذه المنطقة من الفنادق، وطبعاً بنتكلم في مليارات. طبعاً ده بخلاف المشاكل الصحية. طبعاً معروف جداً أن حرق هذه الأكياس البلاستيكية من أكثر الحاجات شديدة الخطورة، يعني تصل إلى موت البني آدم. فوجئت أن بلد زي كينيا بتعمل غرامة 40,000 دولار على اللي بيستخدم أكياس البلاستيك. قلنا إحنا فين؟ لقينا فعلاً مصر عملت مبادرة ممتازة جداً للحد من استهلاك أكياس البلاستيك. واحنا بقى يعني مركز بيئه والتنميه سيداري بنلتزم بالمعايير الدوليه وبالاولويات التي يتفق عليها المجتمع الدولي. الحقيقه احنا ابتدينا بدراسه شامله ايه البدائل اللي ممكن نستعملها لاكياس البلاستيك من ناحيه الانتاج، من ناحيه الاستهلاك، من ناحيه الاضرار. تبنى القضيه دي دكتور خالد فهمي وزير بيئه، واعلن عن المبادره الوطنيه للحد من استعمال الاكياس البلاستيك في يوم البيئة العالمي اللي احتفلت به الوزارة يوم 5 يونيو 2017. المبادرة كانت مع مركز سيداري اللي بنشكره كثيرا على التعاون في هذا المجال وفي مجالات أخرى، وبدأنا هذه المبادرة. وكانت المبادرة في جزء منها تستهدف أن احنا نتحدث إلى الصناعة، ما الذي تطلبه الصناعة حتى نستطيع أن يكون عندنا بلاستيك قابل للتحلل، ثم المحلات التجارية. ابتدينا بجلسات تشاورية ما بين كل الأطراف المعنية أو اللي ليها أي علاقة باستعمال الأكياس البلاستيك ذات الاستعمال الواحد. عملنا جلسات تشاورية مع الإعلام، مع الصحافة، مع المنتجين، مع المستهلكين، مع المجتمع المدني، مع الهيئات الحكومية. برنامج السواتش ماد هو برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع اليوناب. البرنامج بيهدف إلى تعزيز دمج السياسات الخاصة بالاستهلاك والإنتاج المستدام في السياسات الوطنية. هنساعد بقى المصنع في ان احنا نوفر له المواد الخام بأسعار مناسبة جدا، ونساعد المصنع على استخدام هذه المواد للوصول الى اعلى جودة من هذا المنتج اللي هي الأكياس البلاستيك القابلة للتحلل. انتجنا بديل للأكياس البلاستيك زي شنط القماش، زي شنط الووتر بروف اللي هي ممكن تستعمل أكتر من مرة وما بتترميش. منزلنا على النوادي الرياضية، وزعنا الأكياس اللي هي ذات كذا استعمال. الهدف هو إن إحنا نوعي، إن إحنا نشوف ما هي متطلبات الفئات الفاعلة حتى نصيغ سياسة قابلة للتطبيق، بالتالي نقدر إن إحنا نقنن هذا الكلام، ونقدر نحط الحوافز الاقتصادية، ونقدر نشغل الأدوات الاقتصادية على الأدوات التشريعية، ونقدر إن احنا نوصل إلى تبني سياسة الحد من استخدام أكياس البلاستيك. دور الإعلام، محتاجين إن الإعلام، كل الإعلاميين، إن لازم يركز على القضية الخطيرة ديت قبل ما يبقى، يعني هي خطر دلوقتي بس أخطرها في المستقبل هتكون كبيرة جداً على كل أولادنا. عملنا اتفاقية مع أكبر 7 هايبر ماركتس أو سلاسل محلات في مصر، اتفاقية تعاون كانت تحت إطار المبادرة الوطنية لحد من استهلاك البلاستيك، منهم مترو، كارفور، خير زمان، فتح الله، أولاد رجب، رايا، هايبر وان. نزلنا مع دكتور خالد فهمي، وزعنا أكياس قابلة للتحلل في 72 فرع للسلاسل التجارية دي في القاهرة الكبرى. Using the biodegradable plastic bag is key for us. We know that together we can work on the environment and make a better world.
في خلال السنة اللي فاتت لقينا إقبال شديد جدا من المواطنين ومن شركائنا من المستهلكين ومن المصنعين في التحول ده. احنا داخلين في مشروع مع وزارة البيئة لإنتاج مواد تعبئة وتغليف وأكياس بلاستيكية قابلة للتحلل. الحين عايزة أحيي معالي الوزير والفريق اللي بيشتغل معاه في وزارة البيئة، عاملين مخدين الموضوع ده وغيره بمنتهى الجدية وعاملين شغل رائع. لن تنجح هذه المبادرة إلا بمشاركة الجميع، ولن تنجح إلا بوعي بما هو الهدف وراء هذه الرسالة. صحيح أن في العالم كله يعني بنجد تجارب ناجحة، أنا متأكد أن تجربتها في مصر هتكون ناجحة. So Minister of Environment launched this initiative to reduce usage of plastic bags. I think this is a very important initiative and supported by European Union. الشكر موصول للاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومشروع سويتش ميد اللي هم شركائنا في هذا النشاط. وأنا يمكن بحب أختم برضو بآية قرآنية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.